ديكيرنس مع عدد كبير من اهالي ديكيرنس عشان يشاركونا ايضا على هواء مباشره مشكلاتهم. واحنا معانا داخل الاستوديو بيشرفنا دكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن دايره ديكيرنس وبني عبيد محافظه الدقهليه. اليك محمد جمال. نعم سمر، اهلا بك وبضيفك الكريم. بالفعل انا متواجد الان داخل دائره مركز ومدينه ديكيرنس، لكن في الحقيقه احنا اخترنا قريه من ابعد القرى عن المدينه وهي قريه الشركه 2. هذه القريه قريه حدوديه تفصل ما بين محافظتي الدقهليه والشرقيه. هذه القريه من القرى الكبرى، بل هي اكبر قريه في مركز ديكيرنس بواقع 10,000 نسمه من اجمالي 250 او حوالي 250 الف نسمه، هي اجمالي عدد النسمات او عدد سكان مركز ومدينه ديكيرنس. هذه القريه بها العديد من المشكلات، ومعها الان مجموعه من المواطنين لالقاء الضوء على هذه المشكلات ولطرحها على ممثلهم في البرلمان النائب الدكتور مكرم رضوان في محاوله لايجاد حلول سريعه لهذه المشكلات. خليني بدايه نتعرف بحضرتك، وايه اكبر مشكله بتعانوا منها؟ الحاج احمد غزاله، قريه الشركه 2. برحب بداية بالدكتور مكرم رضوان. المشكلة اللي بنعاني منها كل عام هي مشكلة الري من شهر مايو من كل عام، حيث ان نتواجد في قرية الوحدة المحلية بالربيعة وتضم 6 قرى تعداد سكانها حوالي 32,000 نسمة، تضم حوالي 14,000 فدان. كل عام نعاني من مياه الري، ولا تصل عندنا مياه الري من حوالي 40 عام، فعملوا لنا بديل مغذيات على مصرف عموم البحيره، مصرف بحر حدوس. والمنظر اللي انتم شفتيه سيادتك او سياده النائب مكرم رضوان، المغذي اللي فيه كميه قوامه دي مغذي من مغذيات مصرف بحر حدوس. لا تصل لنا مياه ري، ولا تصل بالنسبه للدور او بالنسبه للبديل. حيث ان بنطالب بتطوير مياه بتطوير ترعه شلبي وزياده حصه مياه الري، حيث ان احنا في نهايات ترعه شلبي ونهايات المركز ودايما معدومين من مياه الري، وهذه المشكله اللي تعاني الفلاح من كل عام، مما ادى الى ضعف انتاجيه الفدان عندنا، حاسس ان الفدان ما بيجيبش تكلفه الانتاجيه، وهذه مشكله من ضمن المشاكل الكبرى بالنسبه للوحده المحليه بالربيعه. فنطالب من سياده المكرم رضوان يراعي هذه المشكله، حاسس انها مشكله حيويه ونمر بها كل عام، ولازم يوجد لها حل بالنسبه للفلاح. اذا هذه المشكله، مشكله مياه الري وعدم توفرها، هي المشكله الابرز في هذه الدائره. الابرز في هذه الدائره، وهي مشكله بنعاني منها من شهر مايو من كل عام. اشكرك. خلينا ننتقل لقضيه ثانيه ومع مواطن اخر. ايه القضيه اللي انتم بتعانوا منها الثانيه واللي بتطلبوا بحلها؟ الحسين شاكر ابراهيم من قريه الشركه 2 مركز ديكيرنس. القضيه اللي بنعاني منها والمشكله هي مشكله الصرف الصحي، حيث ان قريه الشركه 2 تعداد سكانها في حوالي 10,000 نسمه وكتله سكنيه كبيره. قمنا في 2004 بالتبرع بقطعه ارض بالتبرع لعمل بياره صرف صحي، وقمنا بموافقه جميع الاتجاهات بهذه البياره، حتى رخصت البياره من وزير الزراعه لترخيصها لعمل بيار صرف صحي، ولم نتجاوز اي حلول. وفي 2010 في اوائل 2010 صرف لنا اعتماد مالي نص مليون جنيه من المحافظ اللواء سمير سلاب وعند قيام ثوره 25 يناير وكان لم يكن. عندنا الموضوع من جديد، والملف موجود مسلم في كل هيئه من هيئات الصرف الصحي سواء في القاهره او في المنصوره. اذا بتطالب في المنصوره بطالب بسياده النائب مكرم رضوان بتبني هذه المشكله، والملف كامل مش محتاج اي موافقات غير الاعتماد المالي وطرحه لمقاول لاعتماد البيار. انا بشكرك شكرا جزيلا. خلينا ننتقل لمشكله ثانيه مع مواطن اخر. عرفني بحضرتك وايه المشكله اللي انت بتطالب
محلها. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد ابو المعاطي من ابناء قريه الشركه 2. انا من وجهه نظري ان من ابرز التحديات اللي بتواجهها قرى الريف المصري وخاصه قريتي التي انتمي اليها هو ملف التعليم. واختصر هنا الكلام في نقطتين رئيسيتين. نحن في قريه الشركه 2 عندنا مدرسه ابتدائي انشئت منذ ولدت انا، انشئت من 40 سنه. الكثافة السكانية تغيرت يا فندم في هذا المدى الزمن الطويل، وأصبحت هذه المدرسة لا تلائم حجم الطلاب ولا عددهم. تخيل سعادتك أن احنا في أطراف المركز وكثافة الفصل الدراسي عندنا 60 طالب و55 طالب، والمدرسة الابتدائية لا تسع كل فصولها، يرحل منها فصلين إلى المدرسة الإعدادي. نرجو من حضراتكم تبني الأمر الآتي. توجهنا للمصالح الحكومية لطلب مدرسة جديدة، قالوا وفروا لنا أرض، برعنا بنص فدان، وتوجهنا للإدارة التعليمية وسلمنا ورقنا ورحنا الجهات الحكومية وأخذنا موافقة بعض الجهات. تمام. ولكن حتى الآن وزارة الزراعة تأبى أن تعطينا موافقتها. نرجو من السيد العضو المحترم بأن يتبنى هذا الأمر لأنه عاجل عاجل عاجل. أشكرك شكرا جزيلا. خلينا ننتقل لمواطن آخر وعايزين نعرف إيه المشكلة اللي بتطالب بحلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج سيد دداموني، قرية أبو إسماعيل، التابع للوحدة المحلية بالرضيع. الوحده المحليه والرباعيه ست كره، والست كره ما فيش فيهم وحده غسيل كلوي. تمام. فاحنا بنطالب اقرب مستشفى لنا مركز ديكيرنس، بينا اقرب مستشفى لنا فيها غسيل كلوي مركز ديكيرن، بينا وبينا حوالي 40 كيلو. تمام. والست كره دول فيهم 80 بلد، وال80 بلد ما فيش فيهم مستشفى غسيل كلوي. اذا بنطالب بايه؟ اذا بنطالب بمستشفى غسيل كلوي في الست كره ولو يكن في قريه الشركه 2. تمام. اقرب مستشفى متوفره لخدمه المواطنين مركز ديكيرن. تمام. على بعد قد ايه؟ على بعد حوالي 39 كيلو بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا. خلينا ننتقل لمواطن تاني لعرض هذه المشكلات على سياده النائب الدكتور مكرم رضوان. استاذنك عرفني بنفسك وايه المشكله اللي انت عايز تطرحها. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد رمضان من قريه الشركه 2. المشكله طبعا المهمه جدا اللي بتواجه قريه الشركه 2 وجميع القرى والعزب التابعه للوحده المحليه بالربيعه هي مشكله النظافه وتواجد الزباله في الشوارع وعلى شواطئ الترع والمصارف. طب يا ترى خدتم اجراءات لحل المشكله دي؟ المشكله دي بتنحصر في امرين مهمين جدا. اول حاجه سببها عدم وجود الات ومعدات في الوحده المحليه بالربيعه. ثاني حاجه عدم وجود مكان نرمي فيه الزباله. وانا اتمنى يعني وانا في هذا اللقاء يكون سياده محافظ الدقهليه سامعني، بقول له يا فندم هل معقول وحده محليه يتبع عليها ست كره و68 عزبه لا يوجد بقى الا جرار زراعه واحد ومقطوره؟ ثاني حاجه يا فندم هل معقول اللي احنا بتحصل له رسوم نظافه من المحلات ومن الورش وما فيش اي خدمه مقابل هذا الرسم؟ تمام. احنا يا فندم كمجتمع مدني مستعدين نمد ايدنا ونساعد الدوله في المشروع النظافه ده، لكن للاسف مش لاقيين مسؤول يمد ايده لنا. تمام. احنا يا فندم هديك باختصار شديد جدا، باختصار شديد جدا يا فندم، احنا كمجموعه شباب في البلد في قريه شركه 2 قلنا نعمل مشروع النظافه ده، توجهنا الى مصنع تدوير الامام، مصنع تدوير الزباله هنا في الحوته مركز المنزله. المسؤولين قبلنا كويس جدا ووجهنا رئيس مجلس المدينه. تمام. واخدنا منه جواب بكده، لكن للاسف برضه مجموعه الاجراءات اللي قابلتنا الاجراءات الروتينيه، مطلوب خط سير. اذا الاجراءات القانونيه الاجراءات الروتينيه هي كافه المصالح. انا بشكرك. أيوة شكرا جزيلا. وخلينا ننتقل الى مواطن اخر ونسمع ايه المشكله. الحاج خالد الامام، قريه عرب شراويط. المشكله بتجينا كل سنه في منطقه الربيعه. احنا حوالي 35,000 نسمه بنسكن في اخر خطوط المياه والكهرباء، لكن مشكله المياه بالنسبه لنا مشكله عويصه وملهاش حل. المواسير المياه والخطوط الجديده بتلف حوالينا من كل مكان. نعم. لكن ما فيش خط بيجي مباشر علينا. الشبكه الموجوده في المنطقه داخليه وخارجيه منفذه في التسعينات عن طريق المحليات وليس هندسيا. هل تقدمتم بشكاوى او بطلبات لحل هذه المشكله؟ كتير قوي يعني، كتير. مجلس العمل ده قوي كتير قوي. ما فيش فايده. احنا بنطالب في خط جاي مباشر محطه ميت فارس عشان يوصل لرفع رشدي. نعم. بكل اسف الخط ده جاف عند قريه السلام وقف، ساعد ما يضغطوا ميه شويه جديده تروح الميه ضربه المواسير. تمام. ودي المشكله اللي في المنطقه كلها، مش عارف شروط بس ولا الشركه بس، لا في منطقه ربيعات كلها. انا بشكرك شكرا جزيلا. خلينا ننتقل لمواطن تاني ونسمع ايه المشكله الرئيسيه اللي بتعاني منها البلد هنا او معظم قرى مركز ومدينه ديكابلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسيني كمال البسري من اهل المنطقه. في البدايه احنا عندنا مشكلتين حابب اتكلم مع حضرتك فيهم وبوجههم للنائب الدكتور مكرم رضوان. المشكله الاولى وهي الطرق. الطرق دي مشكله ازليه بنعاني منها احنا قريه الشركه 2، وهي اهالي الدايره عامه بيعانوا من مشكله الطرق وقريه الشركه 2 تحديدا. هناك واصله
تقدر بحوالي 2 كيلو متر بتربط بين محافظات الدهلية والشرقية وبورسعيد. الوصلة ديت احنا جرينا في اجراءات رصفها وتوسعتها، وفي بالفعل حصلنا ان هي حولناها للطرق، واحنا الان في انتظار الدعم المالي لها، كما بنطالب ان احنا ننشأ على هذه الوصلة نقطة شرطة. كما اطالب السادة المسؤولين بتوسعة وصيانة طريق الشركة 2 متفارس وطريق الشركة 2 المنزلة. تمام. المشكلة التانية اللي حابب اتكلم مع حضرتك فيها، المشكلة بتهم الشباب تحديدا، هي مشكلة الشباب، دعم مراكز الشباب في الدايرة عامة ودعم مركز شباب الشركة 2، كما اطالب باستكمال السور لمركز شباب الشركة 2 وانشاء ملعب ترتان لأهل المنطقة هنا بيخدم أهل المنطقة كلها. أشكرك شكرا جزيلا. إذن سمر، هي مجموعة من المطالب، هي من الاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط. نحن نتحدث عن قرية تعداد سكانها حوالي 10,000 نسمة لا تجد مستشفى يلجأ إليها المريض إذا أصيب بحادث، يعني أقرب مستشفى متواجدة أو قريبة هنا من الممكن أن تستقبل مواطن مصاب في حادث على بعد 25 كيلو متر، يعني كيف يعقل ذلك؟ إضافة بالطبع إلى الصرف الصحي، هناك اعتماد مالي متوفر، هناك أرض مخصصة من الأهالي، لكن لا توجد هناك موافقة أو تنفيذ لهذه القرارات، إضافة بالطبع إلى الطرق، خاصة الطريق الواصل ما بين محافظتي الدقهلية والشرقية، والمقدر أو المقدر طوله بحوالي 2 كيلو متر ولا توجد آلية لرصفه حتى الآن. ربما هذه أبرز النقاط التي ألقى الضوء عليها خلال هذا اللقاء مع مجموعة من المواطنين من أهالي مدينة أو مركز ومدينة دكرنس. أعود إليك لاستكمال حوارك مع ضيفك العزيز. أنا بشكرك.